يفضل عنده شيخ اللي يتقدموني حتى يعملوا. طيب انا دلوقتي يا جماعه مره تاني بقول لكم المشكله زي ما تعودنا، انا جاي بديكم تقرير حلو في الاول وبقول ان الناس ابتدت تروح على بيوتها والناس رجعت على بيوتها، وانا في وسط انا التقرير ده وبسمع وانا في وسط انا بشوف التقرير لقيت الحاله اللي قدامي ديت. صدقوني انا متفاجئ، انا جاي الاربيل عنكاوه بقالي 15 سنة عايز اجي المكان دوت، وعايز اجي الاربع خمس سنين عايز اجي المكان ده واشوف ايه اللي بيحصل فيه. جاي فرحان افتكرت الناس رجعت على بيوتها. اتاري بقى الكنيسة اهي اتشالت زي ما حضراتكم شايفين، الاطفال كانت ملعب الاطفال، والمولد دوت اللي انتم شايفينه هناك فيه مولد كهرباء كده ورا، المولد ده هيطفوه يوم الجمعه يعني بعد يومين ثلاثه مش عارفين هنعمل ايه. وادي الحالات، ادي الحالات. طب انا بس احكي ايه حالتك؟ راح عشان نسمع تكخل بيها النفحه وجلطة ودماغية وشلل شلل نصفي ايدي ورجلي. باسم يسوع ربي يشفيك ربي يسوع يشفيك وجر ما عندي امكانية ضعيفة ما pray for him. احنا مش بس هنراعي استاذ مجدي كمان هنصلي لك في اسم يسوع. بس ترجم للاخوة عندنا مستوصف هنا استاذ جوزيف شالو هاي شهرين بدون دواء. شهرين مستوصف شال، ما فيش مستوصف. طب كمل قول لي بقى ايه المشكله. وثلاث شهور ما فيش اغذيه غذاء ما يجيبولناش مساعدات خالص. تجي المواد يرجعها زين يرجعها يقول ما يستاهلون زين. ليش احنا مسيحيين ليش ما نستاهل زين؟ احنا لا عندنا بيوتنا متاهلين كهرباء علينا ما يصير. وين نروح؟ مكان ما عندنا وين نسكن؟ بالشارع ما عندنا مكان نريد نسكن. وين نروح؟ عندي أطفال. صاحب عائلة تسع نفرات عندي. تسع نفرات وان شليت ما أدري وين أروح. باسم يسوع، يسوع موجود. قولوا معايا يسوع موجود. يسوع موجود. اللي كان معانا ثلاث سنين هيكمل يسوع. هيكمل معانا. كم واحد ينطق يقول يسوع بصوت عالي؟ يسوع موجود. لا أنا عايز يسوع ارفع للسما صوتك النهارده. يوم الجمعة الكهرباء مش هتتقطع. أنا بقول لكم الكهرباء مش هتتقطع يوم الجمعة في اسم يسوع. أمين. دي أول مرحلة. قولوا معايا يسوع. أمين يسوع. اصرخ ليسوع وقول له يا رب النهارده احنا بنلجأ لك أنت. أنت الملجأ، أنت جبتنا من بيوتنا. أي نعم تعبانين لكن يا رب هتكمل معانا. هتكمل معانا، يسوع هيكمل معانا. يسوع هيكمل معانا. يسوع هيكمل معانا. اسم يسوع. يسوع هيكمل معاك. ما تخافيش. هيكمل معاكي. إلهنا هيكمل معانا يا جماعة. الشباب ديت مقربين ليسوع ولا لا؟ إن شاء الله جيدكم. ما أنت لازم تعرف يسوع، من غير يسوع مفيش حلول. اقعد اعمل بقى زي ما تروح وتيجي وتعمل الحاجات ديت، من غير يسوع مفيش حلول. من غير يسوع إحنا مش هنقدر نعمل حاجة غير لما ننده على شخص واحد اسمه يسوع. مش عايزين تقولوا يسوع ليه؟ مكسوفين منه؟ لا. قولوا معايا بصوت عالي عايز السما. قولوا شق السما، شق السما النهاردة يا رب. شق السما النهاردة يا رب، وافتح السما على ولادك هنا في أربيل يا سيد الرب في اسم المسيح. ارفع إيدك كده وقول يا رب شق السما على حياتي، على أولادي، رجعني لبيتي في اسم يسوع. احميني بدمك يا رب. انقلني للمكان اللي انت عايزني فيه في اسم يسوع. اصرخ قول له انا بقبلك مخلص لحياتي. انا عايزك يا رب تشفيني النهارده في اسم المسيح. هللويا. احنا هنروح يا جماعه نتكلم مع المسؤولين. امين. امين. ربنا معاكم، قلوبنا معاكم. انا جاي بالصدفه، انا مش يعني مش عارف ان انا هلاقي ناس كده محتاجه الامر ده. يسوع 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 يس
حبيب حبيب حبايبي الغاليين برضو قاعدين في الكربونات. طب ايه الظروف بقى؟ انت احكي لي عشان انت هادي كده وساكت، عايز اسمع منك انت بجد ايه اللي بيحصل. والله الظروف انه يريدون يطلعونا بدون اي سبب يعني. خلصك معلش ثواني تفضل. اكثريه الناس يعني ما عدا مكانات، وين تروح الناس؟ انت انت بالنسبه لك انت وضعك انت ايه يعني؟ وضعك هل انت عندك بيت؟ هل وضع انت عليك بيت؟ عندك اي بيوت؟ كان بالموصل، الموصل ما كويس حالي ايش حالي. وعندك العيله اسمك ابنك ده ومراتك يعني شاب شاب ابو سلمان مراته وابنه لسه في مقتبل حياته وراضي العيشه برضه جوه الكرفانات يعني. احنا بنطالب بجد، طالب بجد يعني قلب رحمه شويه، قلب الرحمه. انا بطالب بقلب الرحمه النهارده على التلفزيون وعلى قناه الطريق وعلى الميديا كلها، وهنعلن دوت وهنحطها في كل حته في العالم لغايه ما اتفضل. انت هسه تروح على المسؤولين العفو على اللجنه. اللجنة هسه ما موجودة هنا، تروح على القس. ما تروح على القس، لا احنا رايحين على رئيس الوزراء، على رئيس الوزراء بس. تطلع على أستاذنا جيرفان وصلوا تحياتنا ومعاهدات معنا. إذا القس يعني قعد معنا خف الله علينا أربع سنوات يروح يجي قسم مكانه. مين عنده تلفزيونات هنا في القربانات؟ احنا كلنا عنا تلفزيونات. طيب ممكن تظبطوا حاجة اسمها قناة الطريق. وين قناة الطريق؟ 11636 عمودي. احنا بلا صحيح، احفظوا معايا الرقم 11636 عمودي. ما عندنا مكان احنا نقعد، يطلعونا غصب. ايه نعم يطلعونا بالشارع. يقول هاي مشكلتكم، تجينا مواد يرجعوها. هاي اربعة اشهر بلا مواد، احنا كلنا نشتري بفلوسنا. شغل ماكو، شغل ضعيف يعني. الشباب بلا شغل هسه، قاعدين على الطلب الطال. سكري، امراض مزمنه، كلهم امراض مزمنه. انا هسه هذا زوجي امراض مزمنه، سكري بيني. حكيت حكيت وصلنا له والرب يسوع هيشفيه بغض النظر. وانا صعبة بنات، ما عندي احد. يسوع لا يسمع. بصوا المسؤولين، بنقعد نحكي مع المسؤولين، يعمل ودن من طين ودن من عجين. نقعد احنا جايين لكم مش عشان نقول لكم مسؤولين، احنا جايين نقول لكم في حاجه اسمها يسوع. هو اللي حرك قلب المسؤول. تجي لجنه جديده، يجي قد جديد، زي ما الكنيسه برا خليه يفتحها ونروح على الكنيسه. رعاكي ولا لا؟ 3 سنين 4 بلي هيقدر يكمل. يكمل يكمل ولا نعم يكمل؟ يسوع هيكمل. نعم يكمل. اخلي عندنا ايمان. نعم ازمه وهتعدي يعني، ازمه عشان ربنا عايزنا نصرخ ونقول يسوع. ما يمكن يكون حاططكم ربنا في الضيقه ديت عشان نصرخ. حد صرخ يسوع قبل كده بالمنظر ده؟ حد صرخ كلمة يسوع بالمنظر ده؟ أنا عايز النهاردة صرخة تطلع لحياتنا ولولادنا ولعائلاتنا. إحنا في كل مرة صرخ شعب الله لله وقال له يسوع، الرب استجاب. كم واحد مصدق إن الرب هيستجيب؟ الجمعة الجاية الكهرباء مش هتقطع، الكهرباء مش هتقطع. أنا بقول لكم باسم يسوع الكهرباء مش هتقطع. على خاطر هذا كملوا شوية شوية، محدش هيقطع على الكهرباء. شوف اللي أنا أشحكي. قل له هذا اللي قلته. ايش قل له؟ ما عرف انا اقول. قل الحراسات. قل له قل له قل له لا تستحي. حصل ايه؟ بدا يشيلون الحراسات. اوكي. الحراسات شالوا الحراسات من بعض. باكر بكره يشيلوا. باسم يسوع ما فيش حاجه هتحصل. اليوم اخر يوم. انا بقول لك ما فيش حاجه هتحصل، لان انا بثق في يسوع مش بثق في المسؤولين، انا بثق في يسوع. صح. انا بقول لك المعجزات هتحصل. استاذ جوزيف ان شاء الله من تخلص مؤتمر من السيد المسعود. طيب احنا بص انا اريد تجي هنا. ماشي طيب انا اريد تجي هنا حتى